بحال يلا اول مره غادي نصور ما عرفتش علاش كنحشم قلت لك ما كنعرفش شنو ندير وكنعاود نشوف الكاميرا 10 مره واش كيصور ولا ما كتصورش. عليكم كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. توحشتكم بزاف 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 بزاف. انا عارفه كنحط لي فلوغ ولكن شحال هذه ما صورت لكم لا فلوغ واخا حطيت لكم فلوغ غير شويه هذا ولكن داك الفلوغ تصورته يعني من الحد لهذا توحشت نصور. واكثر حاجه توحشت هي نريح بحال هكا نهضر معكم ولا نشارك معكم مشتريات لان الصراحه هذه اكثر فقره كتعجبني في القناه ديالي ولا في يوتيوب يعني في قناتي في اليوتيوب لانني كنريح كنهضر معكم كنشارك معكم مشترياتي يعني داكشي اللي كيعجبنا حنا البنات راكم عارفين. لهذا انا فرحانه اليوم لانني معكم لانني غنسجل لكم هذا الفيديو كنحس براسي عامره بالطاقه من بعد ما غبرت عليكم هذه الغبره ما نعرف يعني كم البنات اللي متبعيني في انستغرام وكلشي ولا في البلوغات حتى ما عارفين بان كنت مريضه انا وبنتي وهذا الحمد لله. دابا الانسان اللي كيدوز عليه المرض وكينوض كيكون عامر بالانرجي. لهذا اليوم بغيت ندير لكم هذا الفيديو انا بكل طاقه كل طاقه ولا كل حماس مهم ونعامره بالطاقه الايجابيه ولا الطاقه زوينه. وصافي البنات اليوم غادي نشارك معكم مشترياتي غنشارك معكم منتجات رائعه كلشي غزال كلشي زوين كيف ديما. مهم نبداو الفيديو غادي نبدا. المهم بتعرفوا بانه بغيت شتو البنات ما تديوش عليا ما كنغبر على هاد البلاصه ما كنعرف ما نقول كنتلف بحالي اول مره غادي نسجل لي فيديو او ماي جاد. مهم بغيت نقول لكم واحد الحاجه هو انه هذا الفيديو هذا فيه يعني منتجات وملابس يعني الفقره اللي كتعجبكم هي الملابس وحتى المنتجات لانكم كتعرفوا على منتجات جداد. ولكن غنبدا باول حاجه بمنتجات لاني دائما فاش كنبدا بالحوايج كننسى شي حاجه في المنتجات واليوم ما باغا ننسى حتى شي حاجه لانهم منتجات رائعه زوينين اكيد كاين اللي جربتهم وكاين اللي ما جربتهمش ولكن عارفاهم وكيعجبوني بلا يعني فايت ليا مجربه من هذيك لامار. لهذا بلا ما نطول عليكم ونبداو في الفيديو. كيف قلت لكم البنات غنبداو باول حاجه بالمنتجات وغنبدا بواحد المنتج اللي هو كتجربه اولى عجبني ما غاديش نقول لكم يعني تجربتي كامله لاني خصني على الاقل نكمل هذا البرودكتو. وهذا البرودكتو البنات هو هذا اللي توصلت به كادو ولا ريغالو من عند هاد لامارك هادي مي ريبوتيكا اللي هو شامبو شوفوا تعرفوا استعملته باقا في واحد الزغيبه شوفوا او المهم البنات ديوش عليا راني استعملته كما قلت لكم اكيد ما قديتش نتسنى حتى نشارك معكم علاش نستعملو كنت غادي نستعملو لانه دابا نعاود لكم المهم تشوفوا بعدا هو الاول هو هذا المنتج البنات ديال هاد لاماركة هادي اللي فايت لي وقلت لكم هاد لاماركة البنات بانها ماركة كيستعملو داكشي طبيعي هذا ما تخافوش من على شعركم ما فيهش البنات البارابين ما فيهش السيليكون على ما كنظن بغيت نقرا لكم اللي قريته انا قبل ما نستعملو ما فيهش السيليكون انا ما عارفش ما كاتبينش بارابين المهم ما فيهش السلفات ما فيهش ملونات خالي من ماده السلفات واللي زوين في هذا المنتج المهم بلا راه مكتوب بالعربيه كيف ما كتشوفوا يعني هذه الماركه واخا هكا كيلا شريتو من عندهم بغيتو كاتالوج بالعربيه صيفطوه لكم بالعربيه. الماسكره حتى هي لا الماسكره مكتوبهش بالعربيه ولكن سيره بغيتو الكاتالوج بالعربيه باش تعرفوا كل حاجه علاش كتلقى راه كانوا صيفطوا ليا ان شاء الله غندير منين نستعمل المنتج ديالهم وندير لكم فيديو خاص على هذه الماركه هذه. المهم بغيت نقول لكم البنات اني جربته. الميزه اللي في هذا الشامبو كما كتعرفوا البنات انه هو ديال البصله وكما كتعرفوا البصله انها كتقوي الشعر كتخلي زعما الشعر يتوانى يعني في اقرب فرصه وكتكثر الشعر. لهذا البنات اللي عندكم مشكل كيطيح لكم الشعر ولا بغيتوا تطولوا شعركم كنظن هذا المنتج غيكون مزيان. لهذا انا غنستعمله وغادي نرد عليكم. ولكن الحاجه اللي عجبتني في هذا المنتج البنات هو انه الرائحه ديالو ما فيهش ريحه البصله. انا دائما كنت كنقلب على شي شامبوان اللي يكون فيه تكون ديال البصله ولكن ما تكونش فيه ريحه البصله راه قديمه كنت كنقول يعني امبوسيبل تكون شي شامبو يعني ديال البصله ما تكونش فيه ريحه البصله. وملي اكتشفت هذا المنتج الصراحه فرحت بزاف بزاف بزاف. وفيه شنو هي الريحه اللي فيها البنات فيه ريحه حب الملوك يعني فاش جاني اول مره جاني فهي الباك ديالو كيفاش كيوصل كما كتشوفوا راني فتحته قلت لكم وكيوصل البنات كل حاجه دايرينها هنايا هي اسم الشامبو هنايا وصلتني الكريمه هنايا اش نقول لكم باقي حد الان الريحه عرفتي فاش وصلنا البنات هذا الباك هذا المهم كلشي كيوصل يعني كيقادو لك مزيان وداكشي ملي وصلنا البنات هذا المنتج هذا تخيلوا مع انا ما كنتش في الدار شدات لي الجاره ديالي ومنين جابت لي الباكيت ما كانوا جوج باكيتات هذا واحد اخر وهي تقول لي بغيتي هنا عرف اشنو كاين في هذا الباكيت ريحته كتحمق قلت ليها راه الشامبو وعرفتي حتى انا شميت ريحه وخليته محطوط فتحت الباك درت لكم ستوري وعرفتي البنات ملي حطيتو قبل ما ندير لكم ستوري الريحه في الدار يعني ريحه حب الملوك حب الملوك في الدار كامله. ولكن سي انا بعد ما استعملته كيف ما قلت لكم انا دائما غنكون صريحه معكم
كيوعد البنات انه هذا الشامبو كيسرح كيرطب الشعر وسي هاد الميزات كلها فيه. صراحه فاش غسلت به شعري وهذا حسيت بشعري يعني زغبار طبا كتحسي به يعني كيغسل مزيان كينقي مزيان، ولكن اكيد ما نقول لكم جا بره كيطول ولا كيقصر ولا هذا لاني جربته اول مره. سي الريحه ما كاينش فيه ريحه البصله، فيه ريحه زوينه ولكن ديك الريحه زوينه ماشي تبقى لديك الدرجه اللي تصورت انا في الشعر، يعني ما كتشميش ريحه حبل منك خارج لك من شعرك نو، ولكن سي ما كيخليش فيك ريحه البصله نهائيا، ما فيهش ريحه البصله. كما قلت لكم كاينه الكريمه وكاين شامبو، باش من الاحسن دائما البنات كنتو كتستعملوا شي شامبو تستعملوا الكريمه ديالو من الاحسن. كنفضل دائما نستعملوا يعني واحد الا كان كنستعملوا واحد لامارك نستعملوا يعني شامبوان والكريم ديالو بلا ما ناخذوا كريم جهه اخرى، يعني هذه في جميع الحالات ماشي من ماشي في هذا الماركازين وفي جميع الماركات، لحقاش كنحس بانهم كيكونوا بجوج كيخدموا حسن، ماشي بحال ملي كتخدمي مثلا شامبوان ماركه والماسكاريا ماركه ما كتجيني صراحه ما غاديش يدير نفس الفعاليه يعني لا الشامبو لا الماسكاريا. لهذا كما قلت لكم البنات بالنسبه لهاد المنتجات هادو راهم زعما كاستعمال الاول عجبوني، ولكن ان شاء الله ملي غادي نساليهم غادي نهضر لكم عليهم فيديو خاص نهضر لكم على تجربتي. ولكن كيف ما قلت لكم راكم كتعرفوا البصله يعني اش كدير. المهم نقول لكم هنا كتبين بانه كيعطي البريو يعني كيخلي الشعر كيبري، وسي انا ما غسلت به حسيت شعري كيبري. سوابيدات سي تاهي حسيت شعري صراحه كتخليه طايح الزغبه، وكريثيمينتو وكيخلي الشعر طويل يعني كيطول الشعر كيطول الشعر ما تديوش عليا يعني كيخلي الشعر يطول ويكبر. يعني البنات صراحه شي حاجه اللي هي زوينه، والماسكارات اكيد راه غيكون فيها نفس الحاجه، غير هي الماسكارا الماسكاريا البنات مصاوبه من بانتينول اي مانتيكيا دي كاريتي، يعني فيه المانتيكا ديال الكاريتي البنات كما كتعرفوا راه زوينه وصافي البنات. المهم انا غنستعمل هاد المنتجات بجوج واكيد غندير لكم فيديو خاص باش نقول لكم، ولكن كما كتعرفوا البصله بلا ما نهضروا عليه لانه فيه واحد الكميه ديال البصله بزاف، وهذا البنات راه فيه 500 مل يعني راه فيه واحد الكميه، وخا يجيكم الثمن شويه غالي صراحه مقارنه مع ماركات اخرين راه الثمن مناسب، لان انا شريت شامبوان فيت اللي وريته لكم بالكريم حتى ل 50 اورو وكان صغير القرعه ماشي كبيره، هذا راه فيه 500 يعني فيه نص لتر وتقدروا تغسلوا به البنات لا تغسلوا به بوحدكم يديكم حتى شهرين 3 شهور. والكريمه فيها 300 مل، وكما كتعرفوا الكريمه حتى هي كنستعملوا يعني واحد شويه كتهزوا على قدر شويه ديال واحد قرقاعه مثلا واحد القدر وصافي، كديروا غير من هنا لتحت ما كتخسوش به الجدره باش الجدر ديال الشعر باش ما يتزيدش لكم، يعني كنرطبوا غير هاد البلايص هادو. لهذا الا كنتو كتقلبوا على الشامبو ديال البصله ها هو جاتو لكم، وكما قلت لكم راه غنخلي لكم كلشي انفورماسيون في لاباغ دانفو الا بغيتو تاخذوه ولا بغيتو تشوفوه غير اثمنه ولا بغيتو تشوفوا نيت هاد الماركه شنو هما المنتجات اللي عندهم. وندوز البنات للمنتج الاخر البنات اللي وصلني هو هذا المنتج هذا اللي منين شفته الصراحه فرحت بزاف بزاف. علاش؟ كتحسي بان البوناني قرب. سي غادي تقول لي احنا ما كنحتفلوش بوناني احنا هادي احنا هذيك، سي انا عارفه، ولكن سي ما تنكروش بانكم ما كتحماقوش على هاد لي باك هادو اللي كيديروهم يعني في البوناني. هاد لي باك هادو انا بعدا كنحماق عليهم، كيعجبني دائما في البوناني نمشي للمحلات نشوف شي مرات كيديروا لي باك يعني كيكون داكشي اثمنه مناسبه. ما تيوش البنات لاني فتحتو هذا وشفتو. المهم هاد الباك البنات كيجي كما كتشوفوا هنا عكر وغلوس، وهذا الثمن ديالو جد مناسب الا شريتو كلشي من فروق. يعني هذا البنات وصلت به من عند ماك، هاد الماركه هادي اللي كنحماق عليها كنحماق عليها بزاف بزاف بزاف، لان المنتجات ديالها واعرين البنات. كما كتعرفوا كيخدموا بها يعني لي ميك اب ارتست المعروفين كيخدموا بها سميتهم الناس المشهورين وداكشي. المهم او لا تروس البنات اللي جا هو هذا هزتوش يا البنات اللي كيجي بحال هكا عرفتي غزال كما قلت لكم شفتو حسيت يعني بالبونه اللي صافي وصل. وهذه البنات راه السداده ديالو باقي زعما جديد في هذه اللعبه نحيدوها، يعني كما كتشوفوا عرفتي كتحسي بديك يعني بداك الجو ديال البوناني. كيف قلت لكم انا كنحماق على البوناني هنا بعدا في هاد البلاد، علاش؟ هنا في اسبانيا الديكوراسيون كتحسي بواحد الجو زوين، ماشي كنقول لكم ضروري خصنا نحتفلوا به نو، غير كان داك الجو كنحس انا صراحه كيعجبني داك الضوا وداك الشيء كيعجبني كندخل المحلات مهتمين بداك الشيء، يعني ما كن يعني كنتمنى شي نهار حتى حنا بلادنا يديروا لنا بحال هكا مثلا في عيد الكبير دخلي ماشي شوفي نشوفوا الحوالي وداك الشيء، ولكن تشوفي بحال هكا يقادوا بحال لي بروموسيون ولا يديروا لي كادو بحال هكا باش نعطيو الهدايا، لانه الهدايا ماشي حاجه حرام ماشي حاجه عيب نعطيو الهدايا حتى حنا في العيد ونديروا هاد الثقافه عندنا في الاعياد ديالنا نفرحوا بعضياتنا. لهذا انا كنفرح بزاف صراحه بالبوناني هنايا لانه كما قلت لكم تيكون بحال هاد الحالات زوينين. المهم البنات هذا جا بحال هكا ستوتشي وجا فيه قلم البنات كيجي بحال هكا كما قلت لكم من عند ماك، خديت انا هذا اللون هذا كما كتشوفوا نيود باتي واش كيبان لكم هذا اللون هذا اللي هو نيود، والسميه ديال هذا اللون البنات عارفه فين كاين السميه مهم طيب ما عرفتش سي ها هي السميه البنات شوفوا راه كاينه هنايا هي هذه المكتوب هنايا بولدلي
شفتوها. هذه هي سمير البنات اللي خديت، كما قلت لكم خديته نيود. انا غنوري لكم هنا واحد السواش البنات اللي كيعجبكم هاد الالوان هادو. ها نتوما شفتوا السواش ديالو كيفاش داير. كيجي البنات هاد القلم اللي غير هو يعني الا خديتو هاد الباك مع بعضياتو كيطلع لكم صراحه رخيص. وتاو راه غنخلي لكم بلا بغضان فولا بغيتو تشوفوا يعني هاد الكوليكسيون اللي داروا ديال البوناني. وكيجي عكر كي تا هو نيود وتا هو الاسم ديالو اوبن بريسنس. ها عاد نوريكم السميه هي بالنسبه انتما البنات السميه بالنسبه للعكر ها هو الاسم ديالو اللي خديت كما كتشوفوا. وبالنسبه للون هو هذا كيحمق. هادو البنات من العكوره اللي ما كيبقاش مات سينو كيعطي واحد اللمعه. شوفي الا جربتو غندير لكم واحد الميني فيديو تشوفوا كيفاش كيجي. المهم هذا هو اللون، هذا هو اللون. وانا غادي لكم السواج ديالو كما كتشوفوا. ها هو البنات اللي كيعجبكم هاد اللوينات هاد اللون راه كيحمق. غنحاول ندير لكم السواج فمي باش تشوفوه. ومن بعد ملي كديروا هاد البنات باش ديروا واحد اللوك بهاد اللون العكوره كاملين كيجي يعني بحال لي جلوسي يعني كيلمع وجلوسي وداكشي. البنات اللي كيعجبكم هاد اللوكات هادو يعني البنات ملي كديروا بالقلم هو الاول من بعد كتعكروا ومن بعد كديروا هاد الجلوس هذا اللي الاسم ديالو هولي داي ميراكل. ها هو كديروه من فوقهم كاملين. تا هو غندير لكم السواتش ديالو. عرفتي البنات الروائح ديال العكوره ديال ماك كلهم فيهم واحد الريحه خاصه بحال الفاني معروف عليهم. كتحمقني. المهم يا بنات هذا هو السواتش كيجي واحد بواحد البريو خفيف ظريف كيف ما كتشوف. تو البنات يعني واحد اللون زويون بالنسبه للبنات اللي كيعجبكم النيود. وكيف ما قلت لكم هذا الباك البنات كيتقام عليكم يعني بثمن جد مناسب. ولا بغيتي ديروا هديه كتجي واحد الهديه اللي هي غزاله بزاف صراحه يعني لو ديروا هديه لصحاباتكم ولا مثلا الازواج للعيالات. المهم هديه غزاله ولا لراسكم مثلا من النوع اللي كندير هدايا لراسي. لهذا هذا طوب يعني كيجي كما شفتوا كومبلي يعني كومبليتو. شوفوا البنات انا حمقني لا تروس الصراحه كيفاش داير لي ديطاي ديالو. المهم بنات كما قلت لكم راه نخلي لكم كلشي بلا باغدان فو فيما يخص هاد المنتجات هادو. وندوزو للمنتج الاخر البنات اللي خديت هذا كيجي تا هو بحال هكا. المهم هذا البنات وصلت به من ميرسي هاندي كيجيو فهاد السوتشي هذا بحال عندهم واحد ستيل ديال كابريكورنيو شحال كيحمق ماي جاد اي لاف ات. المهم كيجي بحال هكا حتى هي تليق صراحه ديروها هديه لو ديروها شي واحد. كيجي بحال هكا كتجي مع هاد لاكارت هادي كاتبين بانه ديال اونيكورن اديسيون بحال واحد الاديسيون ديال اونيكورنيو. غير هادي الريحه ديالها كتحمق. وكتجي البنات فيها هذا ديال اليدين هذا ديال المعقم ديال اليدين والكريم اللي غنوريهم لكم دابا. معقم البنات جاي بحال هكا شوفوا غزال. هادو كيجيو مع بعضياتهم لو تشريو مع بعضياتهم لو تشريوهم بوحدهم. كما قلت لكم هاد المنتجات البنات تقدروا تلقاوهم في mercyhandy.com ولا تلقاوهم في سيفورا كيتباعوا. وانا في جميع الاحوال غنخلي لكم في لافغدان فول يلا بغيتو تشوفوهم ولا بغيتو تاخذوهم من عندهم. كما كتشوفوا داير بحال هكا في هاد النقيط بالزرق ولا الموف ريحته كتحمق. نجربوها البنات. المهم كيجي بحال هكا ليكيد. البنات عرفتي هاد البرودكتوس هادو واعرين ديروهم في الصاك ديالكم مره مره بحال هكا ملي نكونوا في القرايه ولا نديرهم لوليداتنا. او مسح حتى العكوره. نسيت واش كاين العكوره سواش. المهم واو عرفتي واحد الريحه كتحمق بحال هذوك لي بارفان اللي كيعجبوني. كيحمق ريحته كيحمق. هذا البنات غندي في الصاك نمشي نحيد داك الكتازه اللي من عندهم وغادي ندير هذا. وكتجي الكريم بحال هذه الكريمه هي هذه بحال هكا كما كتشوفوا الكريمه البنات هي كاتبين بانها انها مرطبه كتخلي اليدين كيلمعوا. المهم تاهي نجربوها معاكم. كيجي كلشي مسدود كما كتشوفوا. المهم واو شوف هانتوما شوف شتو. المهم دابا بغينا نشوفوا كيفاش دايره. تاهي فيها نفس الريحه اللي في جلد اليدين. واو نشوف بالنسبه للترطيب انا صراحه واخا هكاك برو فهاد في الكريمات ديال اليدين لاني كيعجبني بزاف الرطبيديه فيت اللي قلت لكم شحال مره هي يعني الترطيب ديال اليدين شي حاجه اساسيه البنات الا بغيتو يديكم ديما يبقاو يعني خصوصا البنات اللي كيشقاو داكشي ضروري البنات من الترطيب. ما يمكنش نشقاو ونجمعو الدار وما نتهلاوش في يدياتنا. نشقاو ونجمعو دارنا ونتهلاو في راسنا. الترطيب ديالها غزاله البنات كتحسوا بواحد الترطيب زويون
المهم انا جربت لكم اليوم المنتجات كاع، يلا اش بغيتو. وصافي البنات كما قلت لكم، بحال البنات مثلا ديروا شي هديه لصديقتكم ولا شي حاجه، الثمن جد مناسب لراسكم، يعني كريمات مرطبه ومعقم في ريحه غزاله. شكون فينا اللي ما كيعجبوش شم في ريحتها ريحه غزاله؟ كتحمق، حمقتني الريحه البنات، حمقتني حمقتني حمقتني. المنتجات ديال اليوم طوب طوب. شفت البنات هاد الصباغه ديال الاطفال هادي؟ وكما قلت لكم هاد المنتجات كلهم غنخلي لكم في لافاغ دانفو. هادو اللي هذا ما عرفتش نلقى ليا لحقاش خديت هادي من دروني يا البنات، هادي ديال ريم. شوفوا شفتوها، لان شوفوا راه هي دايره وعندهم الالوان. هي غير خصكم دابا هنا انا دايره جوج كوشات البنات، يعني كوش واحد كيبان واحد الحمر ما عجبنيش، هذا خصكم ديروه جوج مرات، تخليو المره الاولى حتى تنشف وديروا الثانيه كتعطي هذا اللون هذا اللي دايره انا بالطفاري دابا، راه كيحمق. شفتوه الاسم ديالها البنات، شوفوا سميتها فين كاينه، 010 إليغان 010 هاي. شفتوها وغتلقاوها في دروني البنات، ويمكن لا خديتها واش 4 أورو فاصله شي حاجه، ما عقلتش ولا كره فيها، راه كبيره كبيره. وحاجه اخرى اللي خديتها البنات هاد الايامات من عند ميركادونا اللي خديت، راه وريتها لكم ولكن مع كلشي ما كيشوفش، ماشي البنات كلكم كتشوفوا لي فلوغ اللي هذا نوري لكم فور هول. هي باش دايره انا ماكياج ولكن ماشي كله، دايره غير هاد الوسط هذا بهاد اللي نوري لكم دابا بلاتي، ولكن الا بغيتو البنات ندير لكم، غناخذ حتى الاخرى ولا بغيت ندير لكم اللوك كامل العينين بهاد الباليطات ديال ميركادونا. ديروا لي لايكات بزاف لهاد الفيديو، قولوا لي في التعليق، واكيد والله حتى ندير لكم هاد المره، حلفت كاع وعد وعد غندير لكم فيديو خاص، ولكن لاش تكون مهتمين بالامر، لانه الصراحه بلا تشجيعاتكم ما كتجيني كاع ندير حتى شي حاجه. لهذا الا بغيت ندير لكم لوك خاص خاص غير بهاد الباليطات الهادي والاخرى ديال ميركادونا، الا لقيتها باقه ما عرفتش باقه ولا سالاو، لانه الناس كلشي شراهم باش يهضر عليهم، ولا الناس كلشي يعني لحقاش غزالين صراحه. لهذا خليوا لي في التعليق وحطوا لي بزاف بزاف ديال اللايكات لهذا الفيديو، اكيد اللي عجبكم هذا الفيديو ديروا بزاف ديال اللايكات باش تشجعوني ونتحمس ندير لكم بحال هذه الفيديوهات ديال الماكياج، لانه صراحه فيهم شويه العذاب. لهذا لايكات بزاف. المهم باليطه البنات كتجي بحال هكا، الثمن ديالها ديال 4 أورو فاصله شي حاجه، راني كتوريتها لكم وقلت لكم الثمن. كاينه هذه وكاين الاخرى اللي بالكرونه بالغوز مخلط مع الكرونه، باقي ما خديتهاش، خديت غير هذه وصراحه عجبتني في هاد اللوينات هادو. هاد اللوينات البنات كيحمقوا شفتوا، وانا هذا اللي دايره به دايره به البريو هو هذا، هو هذا اللي هنايا. كما قلت لكم انا الا بغيت ندير لكم بها اللوك غنديرو، ما دابا ما غندير لكم السواش صراحه ديالهم كاملين، ما غنديرهمش لكم حتى ندير لكم ان شاء الله، حتى ندير لكم فيديو خاص وغندير لكم ديك الساعه السواش فيديه، وغنخدم بعد ندير واحد اللوك بهادي وبالاخرى. لحقاش هادي كما كتشوفوا فيها غير على حسب لا بديروا الواسط وهذا، يعني كتكمل الاخرى، ما يمكنش تخدمي بهادي اللوك كامل، انا غيجي كلشي بريو، وانا ما كيعجبني الصراحه يبان وجهي كل يعني عيني كلها فيها البريو، سينو خص ضروري ناخذ هذيك اللي فيها الماط. لهذا الا كنتو مهتمين وشفت بزاف ديال اللايكات غنمشي ناخذ هذيك الماط وغادي ندير لكم اللوك كامل، لاني انا في هذيك الماط عندي واحد الباليت اخرى اللي هي دايره بها دابا، يعني كنكمل هذه بهذه. ولكن الا شفتكم مهتمين وبالنسبه للبنات اللي بغيتو منتجات ميركادونا ندير لكم يعني بهذه وبالاخرى، باش ما تضروش يعني باش تاخذوا كلشي ميركادونا. ميركادونا ميركادونا كتعجبني ملي كتقول هذه الحاجه الاخرى. ودابا غادي نهضر لكم على اشنو توصلت من عند يسرى شوب، اللي هي يسرى صاحبتي يسرى الطنجاويه من قناه يسرى الطنجاويه، اللي هي فتحات لاباج ديالها في انستغرام اللي كتبيع فيه الشيلان والحوايج. توصلت من عندها بالشال، فين هو بالشال، راني نشوف لي لقيت ستوريات فاش فتحتهم وداكشي نخليهم لكم هنايا. الشيلان البنات كيجيو فهاد الكارطونه هادي، فهاد الكارطونه كيبان شي مرات ما كنطقش الار، المهم كيجيو بحال هكا. والشال اللي توصلت به هو هذا من عندها، كما كتشوفوا الشيلان البنات كبارين، التوب ديالهم زوين وعندها بزاف ديال النوع، ما عرفتش باقي لا من هادو. المهم هادو البنات راني قلت لكم في ستوري كان عندها هذا بالقهوي وكان عندها بالكري، وفيهم هاد لي ديطاي هذا اللي كيجي بالاحمر وبالخضر من هنايا. المهم بالنسبه للبنات اللي كتبغوا الشيلان كبارين، راه كبارين سخيخنين بالنسبه لهاد البرد هذا، وصافي الثمن ديالهم راه مناسب. غادي نخلي لكم لاباج ديالها ولا الانستغرام ديالها في لاباغ دانفو باش تدخلوا تشوفوها. وتوصلت بعدا كما قلت لكم هاد الشال، وعندها بزاف ديال النوع ديال الشيلان، اللي هذا راه تدخلوا عندها الانستغرام. غادي نوري لكم كيفاش كيجي الملبوس هو والقميجه اللي صيفطات ليا حتى هي. القميجه كتجي بحال هكا، ها انتما البنات هذا هو الاسم ديال يسرى الطنجاويه، قلت لكم يسرى شوب، ما عرفتش علاش قلت يسرى الطنجاويه، كتب يمكن يسرى شوب ونسيت. المهم يسرى الطنجاويه كنظن دايره يسرى الطنجاويه شوب، لانه انستغرام ديال العادي هو يسرى الطنجاويه. المهم هو هذا الانستغرام ديالها، وكما كتشوفوا هاد القميجه هادي كتجي بحال هكا، كيجي فيها الكول، كتجي طويله
فيها صدفه هنا بالنسبه للبنات اللي كيطويوهم بزاف، واللي ما بغاش يطويوهم راهم طوال. المهم كتجي قصيره من القدام وطويله من اللور، التوب ديالها زويونه البنات ما كيبينش صراحه، غليظ كما كتشوفوا. بالنسبه للبنات اللي كيعجبكم تلبسوا القميجات يعني وكتلبسوا فوقهم المونطو، كتمشيو شي بلاصه يعني تخدموا بلايص سخانين ولا هذا يجيكم زوينه. المهم هي دابا راه جبت حوايج للبرد، لابد تدخلوا تشوفوا عندها، يعني جبت الحوايج ديال الصوف وداكشي. لهذا غنخلي لكم انستغرام ديالها تدخلوا تشوفوها، وغنخليكم تشوفوا هذه مثلا نعطيكم واحد الفكره كيفاش كتجي من البوسه وكيفاش تنسقوها وصافي. والزيف حتى هو غنديروا تشوفوا كيفاش جاي معايا، واش معايا زوين ولا لا. المهم انا غندير ونخلي لكم تشوفوا هادشي كيفاش كيجي، وكنتمنى تمشيو عندها الانستغرام ديالها وتشجعوها. كلشي البنات كنصيفطو فهاد البلاستيكه هادي، انا مغطي هنا الديريكسيون ديالها، يعني كلشي كيوصل على حقو طريقو. المهم كاع التفاصيل ديال الانفيو وكلشي الا بغيتو سولوها في البريفي في الانستغرام وغتعطيكم جميع التفاصيل. ودابا البنات هذا هو الزيف درتو من البوس، حتى داني بقات كضحك عليا لانه يمكن اول مره تعقل عليا درت شي زيف فيه يعني شي حاجه بحال هكا. ديما كندير لون واحد يعني ما كنديرش لون، تضحك عليا ولا لا كضحك عليا هكا داني كضحك عليا جاي بشكل. المهم البنات هذا هو الزيف صراحه غزال في الملمس ديالو، خصني عين زعما نبدا ندير بحال الزيوفه. المهم قولي واش معايا ولا ماشي معايا. المهم درتو بحال هكا كما كتشوفوا، كيما انا مولفه كندير الزيف ديالي الزيوفه ديالي. المهم راه طوالين كيف ما قلت لكم، كنت باغا ندير لكم كيفاش درت اللفه ولكن جاتني صعيبه، ما عنديش نينجا سكارف لهذا جاتني شويه صعيبه. المهم بالنسبه للزيف صراحه زوين، كيبان من داك النوع ديال الزيوفه اللي ما كيزلقش الا زكيتوه مزيان. المهم عجبني صافي البنات. ندوزو نوريكم شنو توصلت به من عند هذا المحل هذا اللي كما كتشوفوا، دا هو توصلت لهم هذا الصباح هذا من عند وصلوا جابوهم ليا دي اش اي، هما ما كيتعطلوش البنات. هذا المحل البنات سميتو ميس كوكيز، هانتوما كتشوفوهم صراحه حمقوني البنات. راني فاش اكيد كما كتشوفوا راني فتحته وقيست كلشي، انا ديما كنقيس باش نقول لكم واش جاو قدي الطايط اللي خديت ولا لا. مثلا هاد الفيسته هادي البنات الا كتشوفوني لابسه هانتوما غتشوفوا كامله كيفاش كتجي من البوسه، خديت فيها ال عرفتي البنات حمقاتني كتعرفوني انا كنحمق على شي حاجه سميتها البليزر، يعني البليزر تنقول شي حاجه اساسيه عند البنات يعني الحجابيس نقولها لكم صبروا ليا، المتحجبات والغير متحجبات لانها ضروري تكون عندكم في الماري. وانا من النوع اللي ما كانش يكون عندي جميع الالوان، وما كانش عندي الخضر الصراحه زعمت قلت غنجرب الخضر، كما كتعرفوا انا ما كنزعمش بزاف على الالوان بحال هكا، ولكن اش نقول لكم حمقاتني. ما نعرف كي جاتكم نتوما كي كتبان لكم واش عجبتكم واش لا، انا بعدا حمقاتني. وانا غنخليكم تشوفوها كيفاش كتجي يعني ملبوسه لانها جات طويله، يعني اطول طويله على اللي عندي، وهادشي كيعجبني ما كرهتش كلهم يكونوا بهذا الطول هذا، لانك صراحه كتلبسيهم وانت مرتاحه، صعيب باش تلقاي شي حاجه طويله بحال هكا. لهذا هاد البليزر حمقاتني وانا غنخليكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. ولكن قبل بغيت نقول لكم هو انه هاد السيت هذا البنات كتاخذوا من عندهم حتى هما اونلاين بحال جميع السيت، غنخلي لكم في لابغدان فوق كاع اللين ديال هادشي اللي غنوريكم خديت من عندهم. الكاليتي ديالهم ما عندي ما نقول عليها، كما قلت لكم البليزر كتحسي براسك لابسه بليزر كاليتي واعره، يعني تقدر تمشي تشريها. انا نقدر هاد البليزر تلقاها في محل حتى ل 100 اورو لانه كما قلت لكم طويله والكاليتي ديالها واعره واعره واعره. لهذا نخلي لكم كلشي انفورماسيون وغادي نوريكم دابا كلشي ونقول لكم لي طاي ديال كلشي دقه دقه، يعني حاجه حاجه، ونخليكم تشوفوا هذه كيفاش كتجي ملبوسه. الفيديو ولكن للاسف الشديد ما عرفتش كنت كندير الماكياج كيفاش عمرتها كامله بالماكياج، عمرتها كامله فاش قيستها البنات قيست كلشي بقيت قيست هذه هي الاخيره ما حيدتهاش لان جاتني جد مريحه في اللبسه. هذا جا بحال واحد تريك يعني نقولوا تريكو قصير ماشي طويل، يعني ماشي قصير بزاف ولكن كمحجبه قصير بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش حجاب سي هو هذاك، ولكن بالنسبه لي انا كمحجبه قصير بالحق انا كنت غادي نلبسو مع السراول الواسع اللي كتعرفوا مع الجيلي الجيلي كحل، يعني غادي يجوين يجي زوين في اللبسه. دابا نوريكم كيفاش فكرت نلبسو باش تشوفوه، كيجي واحد اللوك اللي هو سبور على مهم كيجي زوين صراحه.
لهذا كما قلت لكم عند هذا المبره هذاك كتحمق هذه المبره ديالو كيف ما كتشوفوا واحد المبره خفيفه وزويون صراحه كما كتشوفوا التوب ديالو مريح جدا جدا في هادو مقبوطين. المهم انتم غتشوفوا كيفاش لبستوه كيفاش قيستوا هذا البنات. راني خديت الطايا ال سي انا ديما كناخذ ال خديت الطايا ال وجاني هو هذاك. المهم نخليكم تشوفوا كيفاش انا نسقته. الحاجه الاخرى اللي توصلت بها البنات من عندهم هي هاد الكسوه هذه اللي صراحه ما عندي ما نقول الكاليتي ديالها كتحمق. هذا صراحه خديتها البنات هذه اكيد غنلبسها انا من تحتها تريكو كحل يعني كل واحد كيفاش يعجبو. انا غنلبس من تحتها تريكو كحل باش ما يبانش كاع بانه فيها هاد بانها كتبين من هنا. نقدر قال اللي بغى يلبس من تحتها الباج ولكن انا كنفضل يكون كحل. مهم الكاليتي ديالها واعره. هذه البنات الا مشيتو شي محل غيلبقوها لكم ولا غادي تشريوها ماشي غيلبقوها يعني صراحه كل حاجه واش كتستاهل. الا كانت مزيان والخياطه مزيانه تستاهل يعني. ولكن في محل اخر هنايا مثلا في اسبانيا غادي تاخذوها بثمن غالي لانه كما كتعرفوا هنا الملابس ديال المناسبات غاليين لانه اصلا ديال المناسبات كيكونوا مخدومين بدقه وهذه مخدومه بدقه. ها نتوما شوفوا نتوما قولوا لي شوفوا الخياطه كيفاش دايره في هذه الفريفرات من هنا. شوفوا هذا كيفاش داير. عرفتي هذا البنات عرفتي منين قيستها فيها واحد اللوك غزال غزال عرفتي كيبان كلاس يعني صراحه شي مناسبه بحال هكا. حد الان ما غاديش واخا نوريها لكم البوسه بالحق ماشي الطريقه اللي غادي نسقها بها ان شاء الله. ملي غنكون غادي شي عندي شي مناسبه خاصه ولا غادي الا عرض عليا مول الدار عرض عليا مول الدار باش نوريو كيفاش تجي اللبسه شي عشيوه ولا هكا ونسقها وديك الساعه نوريها لكم كيفاش كتجي من البوسه يعني في الانستغرام. اما هنا غنوريها لكم غير باش تشوفوها كيفاش دايره. المهم انا عجبتني صراحه غزاله 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 بزاف. المهم ديروا بزاف ديال اللايكات باش نوريها لراجلي نقول ليه راه البنات قالوا لك عرض عليا العشاء باش نشوف اللبسه كيفاش كتجي من البوسه. المهم البنات كما كتشوفوا كتجي بحال هكا العنق ديالها مقبوط كيجي العنق بحال اللي فيه واحد الخياطه من هنايا خفيفه. المهم كسوه رائعه البنات. ها نتوما كتجي مفتوحه من هنايا فيها التصديفه هنايا وفريفرات فريفرات من هنايا كما كتشوفوا راه ملبسه من هنا من التحت وداك الشيء. المهم صراحه غزاله البنات. هذيك السوا حمقاتني واللي حمقني كثر انا كنحمق على شي حاجه البنات اللي هما اليدين بحال هكا كنحماق عليهم ما عرفتش علاش بحال هكا يكونوا مقبوطين يكونوا خارجين هاد كتجيني واحد ستيل يعني قديم وفي نفس الوقت كلاس كلاس بزاف. المهم نخليكم تشوفوا كيفاش تجي ملبوسه وكنظن هذه البنات خديت فيها كما قلت لكم الان نخليكم تشوفوها كيفاش كتجي غير ملبوسه وصافي. البنات اللي خديت من عندهم نيت هي هاد الجيلي هذا اللي تا هو ما عندي ما نقول على الكاليتي ديالو البنات الصراحه من هاد لاباج صدماتني من ناحيه الكاليتي ديالها واعره بزاف. بالنسبه لهاد الجيلي كنظن كان عندهم اربعه الالوان كان عندهم البيج بهذا اللون ما عقلتش واش لك. المهم كان عندهم اربعه الالوان انا غنخلي لكم في لا بادافون غنضغطوا على اللين غنبين لكم جميع الالوان اللي عندهم. الثمن ديالو مناسب بالنسبه للكاليتي كما كنقول لكم دائما. كاين البنات شي مرات كنخلصوا على الكاليتي وشي مرات كناخذوا داكشي حتى قدو الكاليتي حتى هي ما بيهاش يعني تلبس زوينه ولكن مش يعني بحال مثلا الحاجه اللي نقول لكم الكاليتي ديالو موعره مثلا كنتي محتاجه لواحد الجيلي يضرب لك واحد المده طويله ويبان كلاس ويبان ملبوس زوين نقول لكم مثلا هذه راه يستاهل. كون كان شي واحد مثلا بغيتو تعديو به نقول لكم بنات راه زوين يعني بالنسبه لنهار على نهار ولا تعدي به راه مزيان. ولكن ملي كتكون شي حاجه اللي بغيتوها تضرب لكم مده طويله بحال هاد الكاليتي راه واعره ديال هاد الستاده عجبني. بعد هاد الحوايج اللي جربت من عندهم عجبوني. هاد الجيلي البنات خديت الال وصراحه زعمت ناخذ هاد اللون لانه هاد اللون ما عنديش وهاد اللون اكيد ما عرفتش غادي نلبسو فهاد الخريف نقدر نخليه حتى للربيع. المهم الا لبستو ولا شي حاجه ولا طاح عليه في بالي شي تنسيق معين غندير لكم في انستغرام. اما دابا غنوري لكم كلشي غير كيجي كيجي من البوس نعطيكم افكار وصافي يعني باش تشوفوا كيفاش كيجي من البوس. لا عندكم نتوما ديك الساعه افكار ولا محتاجين شي جيلي بشي لون معين غادي ديك الساعه تشريو. كتجي فيها البنات الجيب من هنايا طويل بزاف ما فيهش الفقه من اللور كيجي بحال هكا. التوب ديالو طايح وثقيل كيف ما قلت لكم. المهم كاليتي واعره البنات ديال هذا المحل وكيف ما قلت لكم بغيت نزعم شويه على الالوان كما كتشوفوا خديت الخضار خديت الشيبي لاني كنلبس بزاف لا لاحظتوها الكحل القهوي الباج يعني ما كنخرجش بزاف من هذيك كما كنقولوا من ديك الصونا كومفورت يعني ديما كنلبس هذوك الحوايج اللي كنرتاح فيهم الكري الابيض يعني الالوان بحال هكا مبعده عليهم بزاف. لهذا قلت علاش لا مره مره ناخذ واحد القطع اللي نقدر ندير بهم شي لوك ولو ندير غير هذا اللون هذا وكل شيء كحل ولا كل شيء بيض. المهم ما عرفش بالضبط كيفاش ولكن نعطي اللون للبسه ديالي ما نبقاش ديما لابسه غير دوك الالوان الغامقه لان شي مرات صراحه
كتبغي تبدلي، كتبغي تبدلي شويه داك كما قلت لكم هذاك الستيل اللي ديما حاطه عليه. لهذا قلت علاش لا غناخذ هذا بالشيبي كيف ما خديت هذه بالخضر. بصراحه هذه بالخضر انا عجبتني بزاف، يعني حتى في اللبسه جاتني ومني لبستها مع كلشي كحل ما بانش داك اللون معيق. لهذا كنظن حتى الشيبي اللي غنلقى ليه ديك الساعه شي تنسيق زوين غيجي غزال، ونخليكم تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. الفيديو ديال اليوم كنتمنى ما كنتش طولت عليكم، ولكن شاركت معكم يعني كلشي اللي شريت مؤخرا وصلت به مؤخرا. يعني عارفاكم تيعجبكم هاد الفيديوهات، عارفاكم تيعجبكم هاد الفيديوهات بزاف، لهذا قلت علاش لا غنشاركو معكم. واولا واحد الحاجه بعد انا مريحه هنايا كنشارك معكم كلشي ونسيت ما درتش اشهار راسي، لاني انا داير هاد الزيف هذا اللي هو من عند دانيا شوب، لاني انا هي مولات لاباج ديال دانيا شوب. بزاف بنات كتدخلوا عندي في البريفي عواطف واش انت هي مولات لاباج، يعني كنقول لكم سير البنات اللي كتسولوني، يعني انا مولات لاباج، ولكن مره كنكون انا في يعني كنجاوب في البريفي، مره كتكون واحد السيده اخرى. لهذا ماشي ديما كنكون انا، هاد اليوم مثلا مريحه في الدار كنكون انا، ولكن ملي كنكون مثلا عندي امتحانات ولا عندي حاجات اخرين ولا عندي خصني نوجد لا كوموند ولا المهم كنتكلف انا بشي حوايج وهي بشي حوايج، باش بهاد الطريقه ما يجينيش كلشي صراحه صعيب. كما كتعرفوا عندي بزاف ديال الحاجات ما نقدرش ندير كلشي دقه واحده. لهذا كما قلت لكم بالنسبه لدانيا شوب البنات عندي هاد الزيوفه هاد ديال الموسلين كيف ما كتشوفوا، اللي هما راهم كبارين بزاف بزاف، لانه بزاف البنات كيقولوا لي زعما يقدروا يوجيهم شويه الثمن غالي، وخا الثمن جد مناسب بالنسبه لي والله داير لكم احتمال البنات لي ما نضركم ما نضر راسي، يعني ماشي قلت لا خصني نربح بزاف سينو غنربح شويه قليل تما راه كنخدم سينو شنو واش كنشري باش نبيع وصافي، يعني ما كنخدم سينو يعني هذا حلمي باغا نمشي بعيد في هذه القضيه ديال الزيوفه. ما كرهتش واحد النهار ندير واحد المحل كبير البنات يعني اللي يكون فيه غير الشيلان وندير واحد الجزء قليل من تصميماتي ديال الحوايج الخاصه، يعني هذا هو حلمي. لهذا بديت بهذا الحلم هذا من زيرو. دابا كنشارك معكم الزيوفه ديال الموسلين اللي انا كنختار يعني الطول ديالهم والعرض ديالهم، انا اللي كنشرف على الالوان ماشي زعما كنلحق وكنمشي وكنشري نو سينو، انا هادو انا اللي كنشرف عليهم يعني من ناحيه الطول ومن ناحيه العرض ومن ناحيه كيفاش بغيتهم وكيفاش التوب بغيتو، لان الموسلين فيه وفيه 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 فيه بزاف ديال الانواع ديال التوب يعني ديال الموسلين. لهذا كنختار لكم واحد الموسلين اللي تحسوا به يعني مريح في اللبسه، اللي ما تحسوش به خنقكم، اللي يكون زوين مهم باش يكون عريض بالنسبه للبنات كيعجبهم يطوه بجوج. وغادي نجيب ان شاء الله موديلات جدادين قريبا. دابا البنات راني واقفه شويه في الصفحه لاني فين ما جبت ستوك كتسالي وهما كتخليو لي حتى شي حاجه، وبقيت دابا ما كنبيع حتى شي حاجه حقا ما بقاش ستوك، وباغا ندخل موديلات جداد. اكيد غيكون الموسلين دائما لانه هو باش بديت وهو باش غادي نبقى دائما نبيعو في لاباج، ولكن كوليكسيونات اخرين غادي يكون زعما كنعاود فيهم البيع، ولكن الموسلين بغيتو يكون زعما ستيل ديالي لوك، يعني انا اللي اختاريت كما قلت لكم كلشي عليه بالحق. زيوفه الاخرين كنعاود نشريهم كنعاود فيهم البيع وصافي. لهذا دخلوا لاباج غنحط لكم كوليكسيونات جدادين يعني من غير الموسلين، وغادي يكون حتى الموسلين وغايجيو الوان جداد ان شاء الله. وبالنسبه لاباج ديال البنات هي دانيا شوب، راه غنخليها لكم في لاباغ دانفو، يعني ضروري ديروا انستغرام راه ساهل بزاف لو بغيتو تدخلوا تشوفوا هاد الشيلان. وصافي صحاباتي العزاز كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، بوسه كبيره وما تنساوش ديروا لايك، راه وليت مؤخرا كنساو بزاف، انا عارفه ما كديروهاش بالعاني ولكن كنفكركم وغادي نبقى نفكركم لحقاش مؤخرا صراحه صافي مابقاش كنقول لكم ديروا لايك، كنقول صافي راه ولات الدردركم وليتو عارفين القاعده، ولكن كيبان ليا كتنساو الغدا دايرات كتنساو. لهذا ضغطوا لي على زر اللايك وما تنساوش، لانه صراحه شي حاجه اللي كتشجعني وكتخليني دائما ندير لكم فيديوهات جداد ويكونوا عندي افكار جداد. بوسه كبيره، باي باي عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.